اجتمع هؤلاء المهندسون الزراعيون والمزارعون من محافظة المنيا بصعيد مصر لإقامة هذه الصوبة الزراعية في عزبة الفلاح. اخترت الصوبة عشان سهلة في التنفيذ، وعندي أرض وعايز أستغل الأرض دي، وسمعت إن يعني جريت في دراسة جدوى وكده إن الصوبة عائدها الاقتصادي عالي شوية. فكرة إقامة الصوبة روضت ياسر والفلاحين الآخرين الذين حضروا ورشة عمل مشروع حياة للتنمية المحلية بالصعيد. هنا قدم المهندسون الزراعيون نصائح فنية لشباب الخريجين بخصوص الزراعة والري ومكافحة الآفات وتقنيات ما بعد الحصاد. والتدريب جزء من مشروع حياة، وهو مبادرة مشتركة بين عدد من هيئات الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، ويهدف إلى تحسين حياة الأسر الأكثر عرضة للتأثيرات في المنيا. بعد حضور الدورة التدريبية، نجح الفلاحون الآن للمرة الأولى في محاكاة نموذج الصوبة الزراعية الذي قدمه مشروع حياة في العدوى بمحافظة المنيا. ومع تطبيق المشروع حالياً في 5 قرى بالمناطق المحرومة في العدوى ومغاغة، يهدف حياة إلى حماية أفقر السكان عبر منهج وقائي شامل لمساعدتهم على التغلب على تحديات التنمية وحفظ كرامتهم وتمكينهم من التعامل مع الكثير من المخاطر التي قد يتعرضون لها. وتقول جيوفانا سيجلي إن ما يحاول المشروع أن يفعله هو زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية في الصعيد وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات، وبالتالي نتمكن من خلق فرص عمل للفلاحين والمشروعات الصغيرة. إنما نفعله أيضاً في نهاية العام الأول هو مساعدة عدد من النساء على توفير المال واستخدام مدخراتهن في إنشاء مشروعات صغيرة حتى يتمكنون من الحصول على دخل ويشاركون في رخاء أسرهم. عبر نموذجي مدخرات القرية وجمعية الإقراض المستندة على ممارسة تقليدية غير رسمية تقوم على تداول المدخرات، تمكنت النساء الفقيرات والمهمشات من إدارة مدخراتهن والحصول على قروض لتغطية احتياجاتهن بطريقة سهلة ومربحة ومستدامة. تتم تداخلات مشروع حياة بطريقة تشجع المجتمعات المحلية على تقرير احتياجاتهم الأساسية بأنفسهم والتعبير عنها واختيار مبادراتهم الخاصة للتنمية. وتتيح منتديات الأمن البشري التي أنشأها مشروع حياة في جميع القرى المستهدفة فرصة للمشاركة المجتمعية النشطة، وتمثل وسيطاً بين المجتمعات المحلية والسلطات. في حوالي 8 مشاريع توافق عليها لغاية دلوقتي، الاهتمام بمشاكل المياه الجوفية اللي هي بتدفع في المساكن في الأسر الفقيرة. أسرة محتاجة توصيلة مياه ب 1200 جنيه، ما معهاش ال 1200 جنيه بتغطيها. في بعض الحاجات برضو في المدارس، مدارس نقصة تختة، نقصة صبورة. على مدار أعوام تعين على هذه الأسرة أن تعيش راضية تحت سقف من أعواد البوص، والآن وبفضل حياة صار لهم سقف آمن فوق رؤوسهم يؤمن لهم ولأطفالهم حماية أفضل ويقيهم من الأخطار ومن بينها مخاطر الحريق. هذا المستفيد قال إنه استخدم أعواد البوص لأنه لم يكن يقدر على تحمل تكاليف سقف أفضل. والله أنا في الشتاء طبعاً كانت الوضع دي كنت عاملها كلها جريد، كنت مدريها وكياس من فوق، تصدق والبيت كله كان بيبقى ماي. مشروع الحياة ده جاء وعقدنا الأوضة اللي بره والمطبخ. إن مشروعات البنية الأساسية هذه ستخلق فرص عمل للشباب المحليين الذين حصلوا على تدريب مهني لتنفيذ هذه المشروعات. توجه الدولة متجه إلى تفعيل التنمية الشاملة على المستوى المحلي، وخاصة تحفيز التنمية الاقتصادية وذات المردود الاجتماعي اللي بتحقق نوع من العدالة الاجتماعية خاصة بعد الثورة، واستهداف الفئات المهمشة ودمجهم في النشاط الاقتصادي وما إلى آخره. والمنحون هم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والحكومة اليابانية، ويأملون جميعا تحقيق المزيد خلال العامين المقبلين في صعيد مصر الذي عانى لفترة طويلة من الإهمال والتهميش.
نأمل من خلال هذا المشروع أن ندرج هذه المنطقة وشعبها الفقير على الأجندة وندعمهم بوسائل تعزز من أمنهم الاقتصادي وأمانهم الإنساني وتؤدي إلى تحسين تماسكهم داخل مجتمعاتهم.